ليش ما يعملوها إلكتروني وريحونا من هالقصة كلياتها؟ خلينا نبدأ من هذا السؤال الذي يجيب عليه الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأستاذ الصحفي جهاد المومن الذي ينضم إلينا مشكورا. أستاذ جهاد صباح الخير. صباح الخير طيب. الله يعطيكم العافية، جهودكم مباركة. تسلم. يعطيكم العافية سيدي. أستاذ جهاد، لماذا لا تكون الانتخابات إلكترونية ونريح رأسنا من كل هالسلافة هاي، ولا نمنع تجمعات ولا نمنع حلويات ولا مناسف؟ طيب، يعني هو في خلط ما بين التصويت الإلكتروني والتصويت أونلاين، يعني التصويت عن بعد. الناس تقصد التصويت عن بعد، أما التصويت الإلكتروني فجزء كبير من العمليات الانتخابية اللي احنا بنقوم فيها الآن هي إلكترونية. لا، القصد التصويت عن بعد، هذا اللي قال قصده. التصويت عن بعد يحتاج أولا إلى تعديل على القانون، هاي من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج إلى بناء ثقة أكبر وأكبر بيننا وبين المواطن. الآن ورق ووثائق تثبت صحة الانتخابات وسلامتها، ومع ذلك المواطن لا يشكك فيها، فالتشكيك سيكون مضاعف، وكل من يخسر سيتهم التصويت عن بعد، وطبعا بطبيعة الحال سيتهم الدولة. وأصلا بده الموضوع بنية تحتية، يعني بده التهيئة اللوجستية. يعني هي لا، بالعكس، هي بتعرف هي ستكون أسهل على الهيئة أن لا تقيم مراكز اقتراع، ولا يعني في كثير من الأمور راح توفرها بالتكاليف تكاليف الانتخابات، لكن المهم مدى أو ما يهمنا بالمحصل هو نجاح هاي العملية. يعني في دول كثيرة جربت التصويت عن طريق الآيباد المواطنين ثم تراجعت فيما بعد، لأنه يعني هناك دائما وأبدا ثغرة كبيرة تسمح بتدخل جهات أخرى. يعني واحد شاطر على الكمبيوتر بيعمل هاكينج للبرنامج بخرب الدنيا كلها. فزي ما في لحد الآن يعني نجاح الرئيس ترامب مشكوك فيه، بيقول لك الروس تدخلوا. طيب بعيدا عن هذا الموضوع، حتى لا نروح لبعيد. التصويت عن بعد وارد، ولكن ربما بعد سنوات. طيب كويس، أنا الآن بدي أحكي لك شغلة. يا حضرتك كنت بلقاء تلفزيوني قبل ما نحكي عن شروط المقرات الانتخابية وخلافه، وعملوا تصويت إلكتروني أو استفتاء أو استطلاع للرأي العام، 91% من المصوتين قالوا بدناش نشارك في الانتخابات البرلمانية. فهذا مؤشر بصراحة كثير سلبي ومؤشر خطير. يعني الناس حتى قبل شوي واحد بعت رسالة بيقول طارق خليك بالدجاج الفاسد وبالشاورما وسيبك من الانتخابات، ما حدش مهتم أصلا. فيعني انتو شو تعليقك على الموضوع استاذ جهاد؟ لا، نحن يعني نتابع كل ما يذكر في هذا الشأن. اولا هذا استطلاع غير علمي، اكيد استطلاع في بيئة الان في وقت، يعني انت بتيجي في وقت في الناس فيها شيء من الغضب، في عندنا موضوع نقابة المعلمين، في عندنا موضوع التسمم، في عندنا، او بتيجي بتعمل استطلاعات. المشكلة في الاردن، وانا ذكرتها ايضا في نفس المقابلة، أن المواطن الأردني إذا غضب من الحكومة بقطع الانتخابات، والمواطن الأردني يعتقد أنه إذا راح لصناديق الاقتراع معناته كأنه يؤدي خدمة للحكومة وليس لنفسه أو لمجتمعه ولمنطقته. مين نفسه يا سجاد؟ ماذا فعل النواب لنا في القضايا الأخيرة؟ يعني أنت قلتها، يعني في قضية المعلمين. هذه ليست نقطة أناقشها. الذي يجلس في البيت أستاذ طارق، الذي يتقاعس عن تأدية واجب، وهنا تصبح الانتخابات واجب وليست مجرد حق، الذي يتقاعس عن أداء هذا الواجب عليه أن لا يلوم مجلس النواب فيما بعد، لأنه لم يكن له دور في اختيار النواب. الذي يذهب إلى صناديق الاقتراع هو الذي يقرر. ما دمنا لا نستطيع أن نحسم أيهما أولا البيضة أم الدجاجة، أيهما أولا الانتخابات واختيار نواب على مستوى يتلائم مع طموحاتنا ومطالبنا وتشريعاتنا والرقابة اللي نحتاجها، أم أنه والله لا، هم النواب أول شيء بصير كويسين وهذا مصير منتخب. هذا أمر يجب أن يحسم على المواطن. هذه مسألة جدلية يطول الحديث فيها على كل الأحوال. صحيح، على المواطن الأردني أن يدرك أنه يجب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لكي يغير الحال. هذه هي الطريقة الوحيدة، ما في طريقة ثانية. طيب، هذا إن شاء الله متناقش فيه مع حضرتك في مقبل الأيام. ولكن نرجع على موضوع المقرات الانتخابية.
اتخذتوا بعض الإجراءات الوقاية من كورونا مثلا، منع، بدنا نسمع عن هاي الإجراءات، منع الأطعمة والمشروب والحلويات والاكتفاء بالمياه، منع التجمعات الكبيرة، وتكون التجمعات بس لكتلة مش لفرد. حدثنا عن هذه الإجراءات أستاذ جهاد. طيب أخي طارق، الآن إذا كنا في عز أزمة كورونا أغلقنا المساجد، ولم يكن هناك من لا من غضب ولا من عتب، والناس راضية لأن الحماية الشخصية، الحماية الشخصية للمجتمع، للناس، للإنسان هي هدف. صح. وخلينا نكون يعني أكثر تسامحا مع القرارات الصعبة لأنها ليست متعة بالنسبة لنا في الحياة المستقلة. صحيح. هي بالمحصلة هي حماية للمترشح، لضيفه في المقر، للعامل في الانتخابات، سواء كنا في المقرات أو حتى في يوم الاقتراع. هناك إجراءات أكثر تشددا يوم الاقتراع راح تكون، لكن التشدد في صالح الإنسان. صح. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ، طبعا هناك حدث وكأنه موضوع المنسف أصبح هو السيرة، ومقالات كثيرة تتناول منع المنسف. طيب المنسف بالأردن تقليديا يؤكل باليد، يتجمع حوله 10 أشخاص أو 5 أو 6 ويعني على مسافة لا سنتيمترات بين الشخص والآخر. طيب ما التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي هو الأساس في الحماية من كورونا. كيف يمكن أن نسمح بمثل هذا الأمر ونحن نعد الانتخابات استثنائية في ظرف استثنائي؟ الأمر الآخر المأكولات بشكل عام، وليس المقصود المنسف، يعني المأكولات تقدم بأواني، الأواني تنقل العدوى سواء كانت بلاستيكية أو كرتونية إلى آخره. صح. نحن سمحنا فقط بحصة من المياه في عبوات تكفي لشخص واحد بحيث لا يشرب منها أكثر من شخص. وهكذا. لذلك يجب على المواطن أن يتفهم هذه المسألة. يعني من جهة لا يريد انتخابات، ومن جهة أخرى يريد المناسب في المقرات، يجب أن يتخذ قراره. البداية تبدأ بالنية الطيبة تجاه الانتخابات. والله المناسب، المناسب بالنسبة للمواطن بجزء أهم من الانتخابات كلها. ما هو هذا ما كتب، يقال مدام ما فيش مناسب، مدام ما فيش مناسب شو بدنا بالانتخابات؟ طيب أنت أولا قرر، هل أنت تعتقد بأنك بحاجة إلى مجلس نواب قوي؟ إذا كنت تعتقد، وما دمت تؤمن، في ناس لحد الآن بتقول يا ريت ترجع لمجلس 89. طيب يا أخي انتخب مجلس 89 أمامك. ما بديش أنا أدخل معك بجدلية أنه قانون الانتخاب ما بسمح لي أنتخب. لا 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 أبدا. أنا ابن عمي إذا ساكن بمنطقة بعمان غير منطقتي بقدرش أنتخبه يا ابن الحلال، بتقول لي انتخب. لا يا سيدي، لا لا لا، الآن تغيرت الأمور فيما يتعلق ب يعني توزيع جداول الناخبين على القيود المدنية، الدوائر الانتخابية. يعني مش سابقة، في السابق بسبب قيام المترشحين بجمع الهويات وتوزيعها، اللي ابن عم بجبل النظيف أخذوا لطبربور، واللي له بطبربور أخذوا لعمال الغربية. صحيح. وهكذا. صحيح. هذا الأمر ما عاد موجود لأنه لم يعد هناك مزبوط. تسجيل للانتخابات. ما هاي مشكلة ثانية، يعني أنا إذا ابن عمي مثلا سكان سحاب وأنا سكان البيادر بقدر شيء انتخب ابن عمي. يا أخي لا تنتخب ابن عمك. انتخب شخص آخر. ما هو الشخص الآخر قد يكون في دائرة أخرى، هاي المشكلة أستاذ جهاد. الشخص الآخر قد يكون في دائرة أخرى، دائرة كل الدوائر عندنا الأردن كلها مقسمة 23 دائرة. طيب عمان كم دائرة؟ عدد سكان الأردن 10 ملايين إنسان، يترشح منهم 1500 شخص مثلا. على سبيل المثال أنا أضرب، هل يعقل أن دائرة فيها 1,000,000 إنسان أو 500,000 ما فيها مترشح جيد وبدك تروح تنتخب ابن عمك في جرش؟ لا أنا بدي أنتخب الطفيلة، أنا بدي أنتخب واحد مقتنع فيه بالطفيلة. المفروض تكون يعني عدت نظر في الدوائر، يعني هذا موضوع الدوائر، موضوع يعني الشيء حاليا. هذا موضوع شائك طبعا. الدوائر الانتخابية هذا قانون الانتخاب، يعني قد لا يكون القانون المثالي لكنه هذا الموجود الآن، ونستطيع أن نخرج منه بنواب. يعني كيف خرجوا نواب سيئين؟ إذا يخرج نواب جيدين إذا كنا ننوي. يعني ما دام في نواب من وجهة نظري، أنا لا أقيم النواب في هذه المرحلة، بس الناس تعتقد أو بعض الناس تعتقد إنه النواب أو بعض النواب أو أغلبية النواب لا أدري سيئين مش مناسبين. طب كيف خرجوا هذول وأصبحوا نوابا؟
إذا في المقابل نستطيع أن ننتخب صح. العكس تماماً. طيب أحكي لك شغل أستاذ جهاد، أنا أدعوك يعني من منبري هذا يعني في مقبل أيام يمكن بعد أسبوع أسبوعين شهر إلى الحضور هنا وتشرفنا في الاستوديو ونتناقش إحنا والناس وندردش إحنا وياهم يعني، لأنه هذا الموضوع بده حديث طويل لربما حلقة كاملة مع حضرتك يعني عشان نحكي للناس، والناس هي بقول لك وزعوا شاورما وخلص على الناس اللي في المقرات يعني نسمم الناس كبه. أسعد الله صباحك جهاد المؤمني الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، كل الاحترام للزميل الصحفي، شكرا جزيلا أستاذ جهاد، شكرا. طيب شكرا جزيلا، شكرا. هذا الموضوع سنتحدث فيه موضوع الانتخابات كثيرا، الناس راح تنشغل فيه كثيرا أيضا، ربما مبكرا تحدثت فيه، ولكن احنا كل قرار بصدر من الهيئة المستقلة راح نطلعكم أول بأول على الإجراءات.